كابتن علاء، نقدر نقول ان الاهلي حقق الهدف باقل مجهود. مبروك النادي الاهلي طبعا، صعوده قبل النهائي وهيقابل نادي الاتحاد. والهدف مباراه انت حصلت عليه يا ايمن، مظبوط، هو الصعود طبعا ده شيء طبيعي للنادي الاهلي الحمد لله. لكن دي هنتكلم على الاداء بشكل عام. الاداء بشكل عام احنا يعني كلنا بين الشوطين قلنا ان الاداء لازم الشوط الثاني يبقى احسن من كده، انت بادئ قوي قوي، لازم تحرز هدف ثالث ورابع، لو مش تحرز اهداف على الاقل بقى متحكم في سير الشوط الثاني. لكن اللي حصل عكس كده، اللي حصل ان كميه الاخطاء زادت كتير جدا في الشوط الثاني بلا مبرر، مفيش حاجه خالص، ان فريق ابو بيريا اسمتها حد ما كانش عليك ضغط، ان في ناقص لعيب، يمكن قلتها بسرعه بين الشوطين يا ايمن، لكن لعيب زياده في كره القدم دلوقتي مشكله المشاكل. بس تحت شرط واحد بس، ايوه، انك لازم تشوف مين الزياده، ولازم تلعب كره سهله، ولازم دايما تتحرك من غير الكوره. التلات حاجات انا قلتهم دول ما حصلوش الشوط الثاني مع لعيبه النادي الاهلي. ممكن يبقى استسهال حصل ان خلاص في زياده لعب وهم 2-1، ان ابو قير الاسميده مش بقوه اكيد النادي الاهلي. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن علاء، هو الشوط الاول احنا كانت السياده لينا طبيعي، وجايبين جولين طبيعي، ومع ذلك هم قدروا يوصلوا لنا. يعني برضه الشوط الثاني لو انت لعبت على الاساس دوت ان احنا المتسيدين، بس ممكن هجمه، ما انا بقول لك ايمن تيجي فيك جول تبقى 2-2. بقول لك ايمن الشوط الثاني انت المفروض تنزل احسن من الشوط الاول، اخطائك تقل، الاستحواذ الكامل كان لازم يبقى ليك انت، تتحكم في الشوط الثاني، انت الزياده وانت الاحسن جماعيا وفرديا وكل حاجه، مع الاحترام الكامل لابو قير اسمده. لكن بقول لك اللي حصل الشوط الثاني عكس، الوحيد اللي فضل على مستواه ومجهوده وكان عايز يأدي للاسف خرج مصاب، وليد دي اسوء حاجه حصلت مباراه النهارده. ايوه بتمنى يا رب ان شاء الله تبقى حاجه خفيفه ويبقى موجود ان شاء الله يوم الجمعه، لكن دي حاجه سيئه جدا النهارده، يعني عكننت عليك اليوم طبعا ان وليد يخرج مصاب النهارده، لكن بتمنى ان شاء الله يلحق.